عايز اروح مع حضرتك يا دكتور شادي لمساله اعلان البنك المركزي الانتهاء لمعظم البنوك من مساله تنفيذ التيسيرات الخاصه بخدمات ذوي الهمم، ويعني اهم ما تم تنفيذه داخل البنوك لخدمات اهالينا من ذوي الهمم. انا بس عاوز اقول لحضرتك يعني دوله مأزومه، انا بس يعني خليني يعني اروح للفرض الجدلي، لو في دوله مأزومه فعلا وقطاع المصرفي مش قادر يوفي احتياجاته ومش قادر يعني يسدد احتياجاته من العمله الصعبه، هيبص لحاجه طرفيه بالنسبه لدوله ناميه زينا كده عن زي احتياجات ذوي الهمم؟ ده يقول لحضرتك الاجراء في حد ذاته والكلام في حد ذاته والبيان اللي بتطلعه البنك المركزي ده دلوقتي في حد ذاته، ده حد بيطلعه هو مستريح، هو مستقر، ما عندوش ضغوط وما عندوش مشاكل زي ما الناس متصوره. الموضوع صحيح يا دكتور، ويمكن كمان اهتمام يعني رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم المستمر، ومش مسألة كلام أو مشاعر أو تعاطف بس، لكن حقوقهم بالفعل في كل شيء. فمن هنا بنشوف مسألة التيسيرات الخاصة بذوي الهمم في البنوك. صحيح، هم ذوي الهمم مواطنين مصريين عندهم احتياجات خاصة الدولة المصرية مطالبة أن هي توفرها لهم، وبالتالي الإدارة المصرية الحالية بتعاوز توصل منتجات التنميه او منتجات الاصلاح اللي بتحصل او الجمهوريه الجديده تكون بتناسب الناس كلها بنفس الطريقه، وبالتالي بقينا مطالبين سواء بقى في الاداره المصريه في الحكومه المصريه عموما او في البنك المركزي عموما ان احنا نخلي منتجاتنا تلائم جميع المصريين باختلاف توجهاتهم وباختلاف اشكالهم وباختلاف احتياجاتهم. وكيف يتم هذا يا دكتور؟ يعني في تعديلات تكنولوجيه ما، في تعديلات حتى في الكوادر البشريه اللي شغاله داخل البنوك علشان انها تقدر تتعامل مع اهالينا من ذوي الهمم؟ هتلاقي حضرتك التعديلات جايه في ثلاث حاجات. اول حاجه تعديلات قانونيه علشان الخدمه نفسها تناسبهم، ثاني حاجه تعديلات تقنيه بحيث انه الابلكيشنز بتاعت الموبايل والخدمات اللي بتقدمها البنوك سواء الالكترونيه يعني او المؤسمته او اللي هي عن طريق آلة يعني تكون بتناسب نفس هذه الاحتياجات، وثالث حاجه تعديلات على العنصر البشري نفسه بحيث ان هو يتطور بحيث ان هو يقدر يلبي احتياجات طالب الخدمه من ذوي الاحتياجات الخاصه. الموضوع شامل، وكان البنك المركزي كان اعلن وفقا زي ما حضرتك قلت يعني توجيهات بقى الاداره المصريه يعني ان احنا هنستوعب ذوي الهمم ونقدم لهم خدماتنا بحيث ان هي ترتقي لان هي تكون نفس جوده الخدمه اللي بتقدم للشخص العادي، بحيث ان احنا زي ما قلت لحضرتك كده الموضوع كله يكون مساوي لبعضه والجمهوريه الجديده تكون بتسع الناس كلها بنفس الشكل. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.